شما یونو حسولی خلدا عشية اليوم الأول من أيلول نجتمع في صرح البطريركي في بكركي، وبكركي أم الجميع كما اعتاد أن يقول المكرم البطريرك إلياس الحويك. نجتمع كلبنانيين من كل المناطق والطوائف لنحتفل حول غبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بمناسبتين: افتتاح سنة المكرم البطريرك إلياس الحويك وبدء السنة الاحتفالية لمئوية دولة لبنان الكبير، بدعوة من اللجنة البطريركية للاحتفال بالمئوية الأولى يرأسها صاحب السيادة المطران سليم مظلوم، ومن جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات التي أسسها المكرم الجديد. ليست الصدفة ولا تدابير بشرية، بل عناية الله التي شاءت أن تتزامن هاتين المناسبتين وتظهر العلاقة التي تربط شخصية الحويك البطريرك الكبير بدولة لبنان الكبير. إنها ذبيحة الشكران نرفعها للآب على نعمتين: نعمة القداسة التي وهبها الله لوطننا فأكثر فيه القديسين، ونعمة الوطن التي وهبها الله لنا بإرادة أجدادنا والبطاركة القديسين أسلاف البطريرك الحويك وأسرارهم وتدبيرهم وقداسة حياتهم. هذه النعمة التي تسهر عليها البطريركية المارونية اليوم سهرها على حدقة عينها. إنها ذبيحة الشكران على نعمة لبنان الرسالة، رسالة الأخوة الإنسانية الشاملة. فلنصلي من أجل لبنان، ولنطلب شفاعة أمنا مريم سيدة لبنان والمكرم الجديد الذي ما زال من السماء كما كان على الأرض يشفع لوطننا العزيز ويواصل طلب البركات له. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أهلنا يا ربنا يسوع المسيح في مساء هذا الأحد المبارك أن نسبح قيامتك بقلب طاهر وضمير نقي، ونشكرك مع أبناء البيعة المقدسة، ونمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. Thank you.
لنرفع التسبيح والمجد والإكرام إلى السيد الصالح الرحيم الذي تنازل وتجسد برأفته وذاق الموت بإرادته عن الميتين ونزل إلى لجة الموت وأبهج التلاميذ بقيامتي وأنار الشعوب بنور خلاصي فرخمو ربون رشرشون الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. من يستطيع أن يمدح بحر حنوك يا كلمة الله؟ أي صوت يقدر أن يباركك يا فائقا كل مديح؟ إن كل عقل وكل لسان لأعجز من أن يصف الآيات التي صنعت في يوم أحد قيامتك من بين الأموات. لذلك نهتف مع داود المرتل قائلين هذا هو اليوم الذي صنعه الرب تعالوا نسر ونفرح فيه. والآن نطلب إليك أيها المسيح إلهنا أن تمنحنا غفران خطايانا بعطر هذا البخور الذي نقدمه أمامك. أرح المتضايقين، فرج عن المكروبين، رد البعيدين، دبر القريبين، اهد الرعاة، قدس الكهنة، نقي الشمامسة، سامح الخطأ، احفظ الأبرار، اكفي الأيتام، أعي الأرامل، أبعد الثورات، لاش الفتن، واذكر الموتى المؤمنين، أرحهم في الملكوت السماوي، فنعيد معهم العيد الذي لا ينتهي، ونرفع المجد إليك وإلى أبيك المبارك وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. تحنن علي بعين رحمتك ربي أنت إلهي تحنن علي بعين رحمتك اهدني وأرشدني ودبرني ونور عقلي واجذبني إليك عاملني برحمتك لا متناهية لأن كل اتكالي هو على رحمتك
وليس لي اتكال على سواها، وكل ما أبتغيه هو رضاك، وكل ما أبتغيه هو رضاك، وكل ما أبتغيه هو رضاك، ولا أبتغي سواه. ربي أنت إلهي، تحنن علي بعيني رحمتك. اقبل يا ربنا هذه العطور العذبة، وأهلنا أن نبشر مع الملائكة بقيامتك، ونكرز بها مع النساء التلميذات، ونفرح مع الرسل الأطهار. برخمور أبون ريش ريشوني، ونرفع المجد إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. قديشات آلوه، قديشات حايلتون، قديشات لمويو قديشات ألوه، قديشات حايلتون، قديشات قديشات ألوه، قديشات حايلتون، قديشات القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا، ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد. رسالة المكرم البطريرك الياس حويك، محبة الوطن. وبارك يا رئيس الرؤساء. إن المسيحي الحقيقي والوطني الحقيقي يرى في الأرض التي يكتسب منها معاشه أرض الله، ومن خانها فقد خان الله. الأنهار والينابيع التي تجري فيها وتسقيها هي عزيزة لديه، لأن مياهها استخدمت لنطحه من الأدران بماء العماد الذي ضمه إلى جسد المسيح السري. حقول بلاده هي عزيزة لديه، لأنها تعطيه الحنطة
والخمرة اللذين يتحولان إلى جسد المسيح ودمه، وبواسطهما تنمو فيها المحبة التي تربطه بالله. وديان بلاده وبطاحها ووهادها هي عزيزة لديه، لأنها تعطيه الزيت الذي يتكرس مع البلسم فتدهن به جبهته ويثبت على حفظ عهوده لله. المسيحي يحب حجارة بلاده وأشجار بلاده، لأنه بنى بها هياكل لمسيحيه الحال بيننا بسر الكربان، ومن مقدسه يبارك العيال ويحميها ويحمي الوطن من الآفات. المسيحي والوطني الحقيقي يحب ويكرم تاريخ وطنه، وإذا كانت عناية الله ظاهرة خلال سطور التواريخ بصورة عمومية، فهي ظاهرة بنوع أخص خلال سطور تاريخ لبناننا. فمن يحب الله يحب تاريخ وطنه، وقصار الكلام لندعى محبتنا لله تمتد إلى محبة الوطن. فصل من الرسالة إلى العبرانيين. وبارك يا رئيس رؤساء. المجد لسيد الرسل، ولتكن مراحم الله على القارئ والسامعين على هذا الكرسي وهذه الجماعة إلى الأبد. لذلك فنحن الذين يحيط بهم هذا الجم الغفير من الشهود، فلنلقي عنا كل عبء وما يساورنا من الخطيئة، ولنخذ بثبات ذلك الصراع المعروض علينا، محدقين إلى مبدأ إيماننا ومتممه يسوع، الذي في سبيل الفرح المعروض عليه تحمل الصليب مستخفا بالعار، ثم جلس عن يمين عرش الله. فأقيموا أيديكم المسترخية وركبكم الملتوية، واجعلوا سبلا قويمة لخطاكم، فلا يتخلع الأعرج بل يبرأ. اطلبوا السلام مع جميع الناس والقداسة التي بغيرها لا يرى الرب أحد. فنحن وقد حصلنا على ملكوت لا يتزعزع، فلنتمسك بهذه النعمة ونعبد بها الله عبادة يرضى عنها بتقوى وورع، فإن إلهنا نار آكلة، والتسبيح لله دائما. ونفرح فيه. هللويا. أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا، يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. برغم ربون ريج ريشوني. السلام لجميعكم. ومع روحك. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس لوقا.
الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي لبشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قولوا في السكوت أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال لوقا البشير: وأخذ يسوع يطوف المدن والقرى ينادي ويبشر بملكوت الله، ومعه الاثنى عشر وبعض النساء اللواتي شفاهن من أرواح شريرة وأمراض، هن مريم المدعوة بالمجدلية التي كان قد خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذة وكيل هيرودس، وسوسنة وغيرهن كثيرات كن يبذلن من أموالهن في خدمتهم. ولما احتجد جمع كثير وأقبل الناس إليه من كل مدينة، خاطبهم بمثل: خرج الزارع ليزرع زرعه، وفيما هو يزرع وقع بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكله طيور السماء، ووقع بعضه الآخر على الصخرة وما إن نبت حتى يبس لأنه لم يكن له رطوبة، ووقع بعضه الآخر في وسط الشوك ونبت الشوك معه فخنقه، ووقع بعضه الآخر في الأرض الصالحة ونبت فأثمر مئة ضعف. قال يسوع هذا ونادى: من له أذنان سامعتان فليسمع. وسأله تلاميذه: ما تراه يعني هذا المثل؟ فقال: أنتم قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله، أما الباقون فأكلمهم بالأمثال لكي ينظروا فلا يبصروا ويسمعوا فلا يفهموا. وهذا هو معنى المثل: الزرع هو كلمة الله، والذين على جانب الطريق هم الذين يسمعون، ثم يأتي الإبليس فينتزع الكلمة من قلوبهم لئلا يؤمنوا فيخلصوا. والذين على الصخرة هم الذين يسمعون الكلمة ويقبلونها بفرح، هؤلاء لا أصل لهم، فهم يؤمنون إلى حين وفي وقت التجربة يتراجعون. والذي وقع في الشواك هم الذين يسمعون ويمضون فتغنقهم الهموم والغنى وملذات الحياة فلا ينضج لهم ثمر. أما الذي وقع في الأرض الجيدة فهم الذين يسمعون الكلمة بقلب جيد صالح فيحفظونها ويثبتون فيثمرون. بارخ موربون ريج ريشوني. حقا والأمان لجميعكم. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الحب الذي وقع في الأرض الجيدة أثمر مئة ضعف. صاحب المعالي ممثل فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء، صاحبي الغبطة سيارة السفير البابوي، صاحب الفخامة، إخواني السادة المطارينة والرؤساء العامين والرئيسات العامات، أصحاب المعالي والسعادة،
الآباء والراهبات، الفعاليات الرسمية المدنية العسكرية. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، يدعونا الرب يسوع في مثل إنجيل اليوم لنسمع كلمة الله بقلب صالح ونحفظها ونثبت فيها فنثمر، ويدعونا لتجنب ثلاث حالات عندما نسمع كلمة الله: الإهمال المشبه بجانب الطريق حيث يقع الحب، والسطحية المشبهة بالصخر فاقد الرطوبة، وإعطاء الأولوية لهموم الحياة المشبهة بالشوك. فلأن كلام الله يصدر من قلبه ومن حبه، ينبغي أن نسمعه ونقبله بحب في قلوبنا لكي يثمر فينا. يسعدنا أن نحتفل معا بهذه اللوتورجية الإلهية، مفتتحين بها سنة المكرم البطريرك الياس الحويك، وهي السنة التحضيرية لإحياء المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير. وقد دعت إلى هذا الاحتفال جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بالتنسيق مع اللجنة البطريركية المعنية بإعداد الاحتفال بالمئوية، وذلك كواجب وفاء لمؤسسهن الكبير البطريرك الياس الحويك، ولا سيما بمناسبة إعلانه مكرما في شهر حزيران الماضي من قبل قداسة البابا فرانسيس. هذا الإعلان يعني أنه عاش ببطولة الفضائل الإلهية والمسيحية والإنسانية، وبه ختمت الكنيسة تحقيقها في مرحلتها الأولى التي بدأت في كانون الأول 2010. والآن نصلي كي يظهر الله قداسته وترفعه الكنيسة على المذابح باجتراح أعجوبة تجري بشفاعته. ويطيب لي في المناسبة أن أهنئ معكم جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات بشخص رئيستها العامة الأم ماري أنطوانيت سعادة، ومجلس المشيرات العامات، منوهين بما بذلنا من جهد وتضحيات خلال مسيرة التحقيق في أبرشية البترون أولاً، ثم في مجمع دعاوى القديسين بروما. ويسعدني أيضاً أن أحييكم وأهنئكم جميعاً لأن المكرم البطريرك الياس الحويك هو راع مميز غيور لكنيستنا، وعميد لبنان، وحامي كيانه، وحامل مجده بجدارة واستحقاق. فباستعراض مراحل حياته نرى أنه شكل خاتمة سعيدة لمساعي أسلافه البطاركة عبر مسار تاريخي طويل، بدأ مع القديس يوحنا مارون وبلغ ذروته مع المكرم الحويك عندما ترأس الوفد اللبناني الرسمي إلى مؤتمر الصلح في فرساي باريس سنة 1919، وطالب باسم اللبنانيين بدولة لبنان الكبير، بحيث يستعيد كل الأراضي التي سلختها عنه السلطة العثمانية. فكان إعلان دولة لبنان الكبير في أول أيلول 1920 بحضوره في قصر الصنوبر على لسان الجنرال جورو ممثل الدولة الفرنسية. كل سر الياس الحويك أنه قبل في قلبه كلمة الله منذ طفولته، فأنارت دروب حياته من قريته المتواضعة
حلت البترون إلى مدرسة دير مار يوحنا مارون كفرحي، فإلى المدرسة الإكليريكية في غزير، ومنها إلى معهد انتشار الإيمان في روما، حيث أنهى دراساته العليا في اللاهوت والحقوق الكنسية متوجا إياها بشهادة الدكتوراه. والكلمة إياها أنارت وعضدت وشجعت رسالته المثلثة الكهنوتية لتسع عشر سنة، والإسقفية لعشر سنوات، والبطريركية لاثنتين وثلاثين سنة. أثمرت كلمة الله في قلب الحويك وفي عقله وكل شخصه، فكان لامعا في الفضيلة والعلم والتقوى وروح الصلاة والشجاعة والصراحة واللطف والبساطة والجرأة، وعرف كيف يغرف من ينابيع الروح في روما. ولما عاد إلى لبنان استدعاه البطريرك الكبير بولس مسعد إلى الكرسي البطريركي سنة 1872، وأسند إليه أمانة سره، فظهرت كفاءته وأمانته ومقدرته العلمية والإدارية. وقبيل وفاة البطريرك رقاه إلى الدرجة الإسقفية نائبا بطريركيا في كانون الأول 89، وكما كان الذراع الأيمن للبطريرك بولس مسعد، كان الذراع الأيمن والفاعل والناجح للبطريرك يوحنا الحج. وقد خلفه بعد عشر سنوات على السدة البطريركية بإجماع آباء المجمع منذ اليوم الأول لالتئام المجمع الانتخابي وهو بعمر 56 سنة. كم اختبر البطريرك الحويك في مراحل حياته صلاة المزمور: كلمتك مصباح لخطاي ونور لسبيلي. وكان يسمي هذه الكلمة الموجهة لكل ما عاشه واختبره بالعناية الإلهية، حتى سمي هو برجل العناية بفضل ثقافته الرومانية وما اكتسب من خبرة ومعرفة للناس على تنوعهم خلال سنوات وجوده في الكرسي البطريركي كأمين سر للبطريرك وكنائب بطريركي، قاد سفينة كنيستنا المارونية كربان ماهر حكيم على مدى 32 سنة. فكان عهده عهد كنيستنا الذهبي على الرغم من كل صعوبات عهد بطريركيته، وكانت سنوات بطريركيته مسيرة تصاعدية نحو القداسة. أجل، لقد أثمرت حبة كلمة الله في قلبه مئة ضعف. ففي سنة 1895 أسس جمعية راهبات العائلة المقدسة الماروليات لتربية الفتيات أمهات المستقبل الضامنات لقدسية العائلة ووحدتها. وقد كان يعتبر خسارة جسيمة إقفال المدرسة المارونية في روما التي أنشأها البابا غريغوريوس سنة 1584 لتنشئة الإكليروس الماروني باحتلال جنود نابليون وتأميمها. فانتدبه البطريرك يوحنا الحج سنة 1890 لتأسيس معهد ماروني حبري جديد في روما، فكان كذلك. ثم توجه إلى فرنسا ونال من حكومتها ثماني منح جامعية
للإكليريكيين المبارنة في معهد سان سيلبيس المشهور، ونال معبدا في قصر مجلس الشيوخ الحالي ليقيم فيه المبارنة شعائرهم الدينية قبل الحصول على الفوي نوتردام للطلاب مع الكنيسة سيدة لبنان في الثلاثينات. وأما القدس واشترى دارة لاستقبال الحجاج معروفة باسم بيت مارون، كما تملك فوي للشبيبة في كنيسة مع كنيسة سيدة لبنان في مرسيليا بفرنسا. هذا فضلا عن المهمات الكبيرة والخطيرة التي كان ينتدبه إليها البطريرك يوحنا الحج. أما بطريركيته فقد عرفت أحداثا خطيرة وكبيرة، واجهها بالصلاة والاتكال على العناية الإلهية وعلى أمنا مريم العذراء سيدة لبنان، وهو الذي أنشأ معبد حريسة مع السفارة البابوية سنة 1904 في ذكرى 50 سنة على عقيدة الحبل بلا دنس، وترك صلاة ما زلنا نرتلها ونصليها حتى يومنا. في عهده كانت الحرب العالمية الأولى والمجاعة التي حصدت أكثر من ثلث شعبنا، ففتح أبواب الكرسي البطريركي وأمر بفتح أبواب الأديار بوجه جميع الفقراء والجياع. وكان سقوط السلطنة العثمانية وتقسيمها إلى دول، فكان المناضل السباق من أجل إعلان دولة لبنان الكبير، فرئيس الوفد اللبناني إلى مؤتمر الصلح في فرساي بالرغم من تقدم عمره، وقدم مذكرة باسم الشعب اللبناني في تموز 1919 ضمنها 4 مطالب: استقلال لبنان، إعادة الأراضي التي تشكل حدوده الطبيعية والتي صرخت عنه بطريقة تعسفية، وضع عقوبات ضد السلطات التركية والألمانية وإلزامها بالتعويضات العادلة عن الخسائر الكبيرة التي سببتها للبنان وشعبه، وجعل لبنان مرحلياً تحت الانتداب الفرنسي. فكانت النتيجة كما ذكرنا إعلان دولة لبنان الكبير في أول أيلول 1920. كان هم البطريرك أن يكون شعب لبنان بمسيحيه ومسلميه عائلة واحدة قائمة على التعددية الدينية والثقافية لا على العدد، في دولة يرعاها القانون والمؤسسات في إطار العيش الواحد على قاعدة الانتماء الوطني لا الطائفي أو المذهبي. وكان فضله أنه أسس أول كيان دستوري معترف به عربيا ودوليا يثبت الوجود اللبناني المستقل والحر والآمن على كامل الأراضي اللبنانية في إطار صيغة تعايش متساو مسيحي إسلامي ضمن نظام ديمقراطي برلماني ليبرالي يقر جميع الحريات المدنية العامة. في ذكرى الحويك وفي هذه المئوية لإعلان دولة لبنان الكبير، يجدر أن نعود وأن يعود الجميع شعبا ومسؤولين ومؤسسات في الدولة والسياسيين أن نعود إلى الروح التي قادت الحويك، أن نعود إلى الأسس التي وضعها لهذا الوطن،
فلتكن المئوية وقفة ضمير ومراجعة للذات بعد مئات سنة. أين كنا وأين نحن؟ وكان على البطريرك أن يعمل جاهدا طيلة 11 سنة من أجل تثبيت خصائص لبنان هذه، واستراح وقد أسلم بعدها الروح مثل سلفه. ليلة عيد الميلاد سنة 31 فأتت علامة من السماء أن موته على أرضنا ميلاده في السماء، فالإله صار إنسانا ليؤله الإنسان على ما ردد القديس أمبروسيوس. ومعه نرفع نشيد المجد والتسبيح للثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، الآن وإلى الأبد. آمين. نؤمن بإله واحد. مولود غير مخلوق، مساو الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر، من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، لما ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. إتلوت مربحي دلوه والوطلوه دم حادي طليوت ونبسو وطيبو طوخ اعول البيت وخ وسعود بايك لوخ وشو دخلت خريو تمال وامساكي كتبها لفين صلاة وعلى حمل إليك أبناؤك وبناتك هؤلاء من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس،
أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطباوية والدة الله مريم، ومر يوسف البتول، ومر مارون، ومر يوحنا مارون. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، وطننا لبنان، المسؤولين فيه ومؤسساته وشعبه وكيانه. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس أنا وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم إخوتي الأحبار الأجلاء وكهنة المسيح وخدام الروح القدوس. يصفح بعضكم عن بعض كما صفح الله عنكم ليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا. برخمور أبوري شريشوني. فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحما، فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس
بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد فرخبو ربون رشد شوني فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد وما روحك لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا إنها لديك يا الله لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين إنه لحق وواجب حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة ولك يجب المجد وبك يليق المديح لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس بك يحيط الكروبيم والسرافيم ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين أنت اللهم الآب المملوء مراحم قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح قدوس روحك المحيي إنك القدوس واهب الخيرات يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا وبيوم هود اقدم حشود إلي معبد حيم ساب اللحم بدا وقد شطو وارخ قادش وقصو يا بالتلميدا وكادو مار Oh.
خانوا القصود امزغوا من حمر من مايو الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا
وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن، بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. أمون ريشوهني، نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك، لا سيما من أجل آبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما، مار بشارة بطرس بطرياركنا الأنطاكي، وسائر البطاركة والأساقفة، والبطريرك إغناطيوس يونان، والبطريرك كيريكو بدروس، والأساقفة المشاركين في هذه الذبيحة، لكيما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة، ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك، نسألك يا رب. Padre Santo, Tu che decori la Chiesa del Tuo Figlio con le sante e i santi, Ti preghiamo per tutti i consacrati e fondi su di loro i doni del Tuo Santo Spirito, perché essi siano fedeli servitori della Tua parola, secondo l'esempio del Tuo servo, il venerabile Patriarca Elias Hawaiek. Concedi alla Tua Chiesa molte vocazioni sacerdotali e religiose che glorifichino il Tuo nome con la preghiera e l'azione. Nas aluka ya Rab. أيها الآب القدوس، يا من شاءت عنايتك أن تنشئ جمعية راهبات العائلة المقدسة على يد أبينا المكرم البطريرك إلياس لحويك، نسألك من أجل كل بنت من بنات الجمعية لكي نحقق الرسالة التي أكلنا بها في خدمة العائلة والمجتمع. نصلي من أجل عائلاتنا كي يسود فيها روح الغفران والسلام ورباط المحبة. نمي الأطفال، أحرس الشباب، بارك الآباء والأمهات، واحفظ بنعمتك الشيوخ، نسألك يا رب. أيها الآب القدوس، يا من أعطيتنا وطنا مقدسا وأرضا مباركة، نسألك على مشارف سنة يوبيل المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير، من أجل وطننا لبنان ثمرة صلاة البطريرك الحويك وعمله وإيمانه. أعطنا يا رب أن نتحلى بصلابته ورجائه وسط المصاعب الكثيرة التي يمر بها الوطن، لنحافظ على لبنان الرسالة، رسالة الانفتاح والحوار والعيش معا. نذكر يا رب خاصة اللبنانيين المنتشرين لكي يحملوا لبنان في قلوبهم أينما حلوا، وينشروا قيمه في ربوع العالم حيث تواجدوا، نسألك يا رب. أيها الآب القدوس، يا من تجدد بروحك وجه الأرض والكنيسة، نسألك من أجل الشبيبة كيما تتجذر في التزامها الكنسي والوطني، شددها بقوة روحك القدوس وثبتها على الرجاء، أعطها اندفاعا متجددا لحمل البشارة وللشهادة بحب ليسوع المسيح،
فيتقدس اسمك من خلال شاباتنا وشباننا ليساهموا في إحلال ملكوت السلام، عاملين بمشيئتك مبتغين رضاك، نسألك يا رب. اذكر يا رب الموتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك، المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي سيدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم وأرحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياه. أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اعترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولموتانا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا ذاته لأبي، يا حملا سارا لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس برخمور أبون ريش ريشوني. السلام لجميعكم وروحك. نحن رؤوس
نفسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبح الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناول واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نعمة ثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. وما روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. Thank you.
أرجوك إلهي أن تمنحني نعمتك لأخدمك كما يحسن بعينيك. أرجوك إلهي أن تمنحني نعمتك لأخدمك كما يحسن بعينيك، وأبتغي من جودك ومن محبتك أن تدرم قلبي بنار حبك، بنار حبك، وتنزع منه كل فعل وتعلق. لا 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 يرضيك، لا ونعمتك
تكتنفني فعندك هدوء القلب وصفو الأفكار وأمامك ندرك حقيقة الوجود حسي أن أكون خادما في بيتك طول أيام حياتي بفيض حبك أدخل في بيتك والتسابيح إليك نرفع لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا يا محب البشر ارحمنا ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب للبشر ارحمنا بفيض حبك أدخل في بيتك وبخشيتك أسجد في هيكل قدسك فمحبتك أطيب من الحياة ولك تسبح شفتايا أسري أن يكون خادما في بيتك طول أيام حياتي فرخ مورابون ريشوني نشكرك أيها الرب الإله الآب ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا ولاحتواء النفس والجسد وتمجيد اسمك القدوس واسمك الوحيد وروحك القدوس وبارك مورابون ريج ريشوني السلام لجميعكم ومع روحك أيها الرب يسوع إله خلاصنا يا من صرت إنسانا لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا نجنا من الهلاك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس لأننا شعبك وميراثك وبك يليق المجد والوقار مع أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد قبل البركة الأخيرة منصلي مع صاحب الغبطة صلاة شكران على نعمة إعلان البطريرك رياس الحويك مكرما أيها الآب القدوس يا من تحننت علينا واستجبت لصلواتنا فأنعمت علينا بإعلان أبينا البطريرك رياس الحويك مكرما على مذابح الكنيسة نشكرك لأنك جعلته في مصافي القديسين مائلا في حضرتك يشفع لكنيستنا ووطننا وعيالنا أعطنا أن نسلك مثله درب القداسة سائرين على وديعة الإيمان محافظين على وطننا لبنان لبنان الرسالة لك المجد والتسبيح والتهليل مع أبيك يسوع وروحك القدوس الآن وإلى الأبد اذهبوا بسلام وإخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد آمين